تونس الخضراء. تنافس الريفيرا الفرنسية في جمال شواطئها، تتفوق على جزر اليونان في جمال جزرها وأزقتها، تنافس روما بآثارها المتنوعة. تونس بالفعل لوحة فنية بديعة من الجمال والأصالة، لن تجدها في أي مكان آخر، وكل من يسافر تونس سياحة يقرر تكرار التجربة مرات ومرات. في هذا الفيديو سنتعرف على أولاً أجمل وجهات تونس السياحية، ثانياً معلومات هامة لكل من يقرر السفر إلى تونس، أفضل وجهات السياحة، المطاعم، أسعار الفنادق، ثالثاً مجموعة من النصائح الهامة. أولاً أجمل أماكن السياحة في تونس. تونس العاصمة، لا يذهب أحد إلى تونس الخضراء إلا ويمر على تونس العاصمة التي تتميز بكثير من الأنشطة السياحية، حيث الكثير من المتاحف والمتنزهات بالإضافة للمساجد التاريخية. كما أن التجول في شوارع تونس العاصمة من أمتع الأنشطة التي لا يمل منها السياح، كما أن الأسعار في تونس العاصمة اقتصادية، وبها الكثير من المنتجات اليدوية التي تستحق الاقتناء، وكذلك الهدايا التذكارية. مدينة سوسة تونس هي من أجمل مدن تونس الخضراء، حيث تتميز بجوها المعتدل طوال العام، كما تستقطب سوسة العديد من السياح لما تحتويه من شواطئ ساحرة ومناطق أثرية وترفيهية مختلفة، كما يوجد بها متحف سوسة الأثري، وهو من أهم الأماكن الأثرية في تونس سياحة، لاحتوائه على ثاني أكبر مجموعة من الفسيفساء في العالم. قريباً سننشر مزيداً من الفيديوهات عن تونس، فلا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. صفاقس تونس. تعد صفاقس من أجمل وجهات تونس سياحة، حيث الإطلالة المميزة على خليج قابس. عند زيارتك للمدينة ستتعرف على أسلوب الحياة التونسي الحقيقي وثقافتها، كما تشتهر صفاقس بمبانيها القديمة وأسواقها الشعبية والمطاعم المتنوعة، بالإضافة إلى العديد من المعالم التاريخية. مدينة القيروان تونس. تجسد مدينة القيروان التونسية الحضارة العربية القديمة، وتعد من أهم المدن الإسلامية، وهي من أبرز مدن تونس الخضراء، كما تعد معالمها جزءاً من التراث العالمي المحمي من منظمة اليونسكو. تعتبر القيروان من المراكز الثقافية الكبرى في تونس، ويوجد بها العديد من المساجد والمتاحف القديمة التي تعكس تاريخ المدينة. سيدي بوسعيد تونس. تقدم سيدي بوسعيد المدينة لمحة فريدة من نوعها عن حياة المدن الصغيرة في تونس. ستستمتع بالمشي بين الشوارع الضيقة والمنازل الملونة باللون الأزرق التي تشبه الجزر اليونانية الشهيرة. سيدي بوسعيد تقع على منحدر صخري مطل على البحر المتوسط، وبها مجموعة من الشواطئ الهادئة، ما يجعلها وجهة مناسبة لقضاء شهر العسل في تونس. كما يمكنك شراء الهدايا التذكارية القيمة من سيدي بوسعيد التي ستذكرك برحلتك. ننتظر أن تدعمنا بلايك إذا وجدت في الفيديو ما يفيدك. المانستير تونس هي مدينة تونسية تقع على طول الساحل الخلاب للبحر المتوسط، وتعتبر شبه جزيرة، حيث يحيطها الماء من ثلاث جهات. تتميز بالبحر الأزرق الفيروزي والشواطئ الرملية الذهبية. في المانستير يوجد الكثير من المنتجعات السياحية التي لها إطلالة مميزة، ما يجعل كل من يزورها يعود إليها مرة أخرى. المانستير من أعرق المدن في تونس، ويعود تاريخها لثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد، وأسسها الفينيقيون. بها أقدم حصن في المغرب العربي، ويطلق عليه رباط المانستير أو الرباط الكبير. شارك الفيديو مع من تنوي السياحة في تونس معه. تونس الحمامات. تعتبر مدينة الحمامات من الوجهات التي لا يمكن تفويتها عند السياحة في تونس، حيث الكثير من الآثار الرومانية، بالإضافة للتجول في المدينة القديمة التي ستكون تجربة رائعة.
كما أن شواطئ الحمامات بتونس تستحق الزيارة، فهي تحتفظ بطبيعتها البكر. بنزرت تونس. استطاعت بنزرت تونس أن تجذب السياح من كل دول العالم، فهي لؤلؤة السياحة تونس. كذلك فهي ملتقى عشاق الطبيعة والأصالة، حيث الشواطئ، الخلجان، الغابات والحقول الشاسعة، كل هذا مع مياه البحر المتوسط الكريستالية، ما جعل من بنزرت لوحة بديعة تخطف الأبصار وتجذب كل من يقرر عمل سياحة في تونس. اكتبوا لنا في التعليقات الوجهات التي تودون أن نقوم بعمل فيديوهات عنها. ثانياً، أهم ثلاثة معلومات قبل السفر إلى تونس. 1- أفضل وقت لزيارة تونس. أفضل وقت للسياحة في تونس بين شهري أبريل ويونيو، في فصل الربيع الجميل والجو المشمس التونسي الرائع. كذلك من شهر أكتوبر إلى نوفمبر، يعتبر أيضاً من الأشهر المحببة للزيارة، حيث الخريف واعتدال درجات الحرارة. من ديسمبر وحتى مارس تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير، ولا يكون طقس تونس مناسباً إلا لمحبي الشتاء. فصول الصيف في تونس مناسبة لمحبي ممارسة الرياضات البحرية، ولكن يعيبها الزحام. 2- متوسط أسعار الفنادق في تونس. تبدأ أسعار فنادق تونس النجمة الواحدة من 35 دولار. الفنادق الثلاثة نجوم في تونس تبدأ من 65 دولار، أما أسعار فنادق تونس الخمسة نجوم فتبدأ من 120 دولار، وتختلف الأسعار من مدينة لأخرى وحسب وقت الحجز، وهذه مجرد أسعار استرشادية لتخطط لرحلتك. أفضل مطاعم تونس. يوجد بتونس الكثير من المطاعم المميزة، ومن أفضلها مطعم دار صلاح، مطعم ليبو إم، مطعم لوكرايل، مطعم الوليمة. سنكتب لكم في الوصف أسفل الفيديو ما يستجد لدينا من معلومات حول المطاعم والفنادق والوجهات. 3- أهم ثلاث نصائح قبل السفر إلى تونس سياحة. قم بتبديل العملات إلى الدولارات قبل أن تغادر بلدك، فالصرافات في تونس لا تقبل تبديل أغلب العملات العربية. عند ذهابك للتسوق لابد من المساومة مع البائع للوصول إلى أفضل سعر، فالأسعار لا تكون نهائية. عندما تتحدث مع الأشخاص هناك عليك أن تسبق اسمه بكلمة سي، فهي تعبر عن الاحترام والتقدير. لا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد.